مساء النور سرور اخواني، كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافيه رب. بس هي معكم اليوم ايس كريم ثلاث مكونات فقط، مانجو باشن فروت وسكر. الحين بحط كل المكونات في الخلاط. عندي المانجو مقطع قطع صغيره والباشن فروت، بسم الله، اخر شيء السكر. اضيف له شويه ماء، بستخدم هذا النوع من الغالب اللي هو السيليكون. زين، الحين حطيت هنا باشن وحطيت مانجو قطع صغيرة. شوف القوام، الحين بدخله في الثلاجة لحد ما يجمد بالكامل.